بعدين بون، بون يعني فيها عظمه، ستيك قطعه من الستيك اللي هي بتاعت البتلو فيها حرف التي بالعظمه، هنشوفها مع بعض كده قبل ما نخش في اي مقادير. فبص كده هنا هلاقي عندي قطعه اللحمه اهي على شكل حرف تي، ادي العظمه اهي اللي هي بتاعت بيت الكلاوي اهي في الاخر بيت الكلاوي، والعظمه الثانيه اهي، وادي عندي اهي واخده حته جزء من الفيليه بتاع البتلو، جزء من الفيليه مع جزء من ايه؟ مع جزء من الريش اللي هي بيت الكلاوي، الاثنين مع بعض في مديني شكل حرف تي، عشان كده سمت تي بون ستيك. يبقى عندي النهارده فيل تي بون ستيك، هنعمله ازاي مع بعض النهارده وهنقدمه. وعندي كمان حاجه شوربه اسمها شوربه كونسوميه. شوربه كونسوميه دي من الشرب اللي هي اغلى شرب على مستوى العالم، اغلى شوربه على مستوى العالم شوربه الكونسوميه ديت، لانها مش بس علشان طعمها حلو، لا تكنيكها شويه يعني بياخد وقت، لكن شوربه صح هنعملها مع بعض النهارده. وكمان هنقدم النهارده طبق سهل جدا وبسيط جدا مع بعض كده، اللي هو سلطه القرع مع التفاح، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه وهنتكلم على فوائد الحاجات دي ان شاء الله. تبون ستيك، فيل تبون ستيك عباره عن قطعتين او ثلاثه او اربعه وات ايفر، ماشي؟ هو انا مقدم لفرد واحد اثنين قطع فيل تيبون، ماشي، ونص كوب من الدقيق، نص كوب باين من الدقيق، وعندي ملح وفلفل، وعندي بعد كده نص معلقه بابريكا. الصوص بعد كده عباره عن ايه؟ عباره عن معلقه زبده، بصله مفرومه، اثنين معلقه خل عنب بلسمي، اثنين معلقه سكر بني، يفضل يكون سكر، ما فيش سكر بني خلاص هنحط سكر من عندنا ونكرمله شويه. وعايز اقول حته صغيره جدا وانا بتكلم كده بعد ما اخلص المقادير بتاعتي على موضوع السكر البني وكلام من ده، هقول لكم في ناس بتعمل ايه والكلام ده مش صح يعني. كوب بيون لحمه، كوب بيون لحمه، اثنين معلقه ثوم مفروم، ماشي، ده الصوص. عندي بقى الفلفل الحار، نص كوبايه صلصه فلفل حار اللي هو التباسكو، اسمها التباسكو مش تابكو، تباسكو تباسكو، نحط السين بعد الكاف، ماشي. وبعد كده اثنين معلقه صلصه طماطم بري وملح، هنقدم الكلام ده مع بطاطس بري والقلع بري. سجلوا واكتبوا، هو شويه بس المقادير شويه كتير، ولكن هنشوف التكنيك مع بعض عامل ازاي. اول حاجه عندي جيب لي شويه سكر يا كريم من فضلك. اول حاجه عندي بقوم جاي واخد عندي ادي التبو عندي، وابدا ارشه عندي كده بالملح كده اهو، واديله فلفل الناحية التانية كمان ملح وفلفل كده اهو، وشوية بابريكا صغيرين جدا رشة اهي، وقوم جايب الدقيق بتاعي لو كمية عندي كبيرة بقى، باخد عندي دقيق كتير بالشكل ده كده اهو كده، وقوم جاي هنا تاني كده بالشكل ده اهو، واخدها كده معفر هنا كده، وقوم جاي عندي في طاسة زي دي كده، واخد عندي زيت بسيط جدا مع قطعة زبدة صغيرة زي دي كده اهو، وابدا ان انا اخد عندي ادي قطعه التبو كده وانزل بيها كده اهو واسويها، ماشي. ما عملتش معايا هقول لكم ايه موضوع السكر البراون اللي هو السكر البني والكلام ده كله. في ناس بتقول ان لو انا ما عنديش سكر براون اقوم جايبه معلقه عسل اسمر واحطها على السكر الابيض واقلبهم واحطهم بطرمان بقى سكر بني. طبعا الكلام ده مش صح يعني، ده الكلام ده مش صح، ده كان اسمه الكلام ده ايه؟ طب انا بدل ما اعمل كده، طب ما ناخد مبدئيا كده على طول اخد عندي عسل اسمر على طول واحطه على الوصفه واريح نفسي، لكن مفيش حاجه اسمها احط معلقه عسل اسمر على السكر الابيض عشان هو سكر بني. السكر البني ده يا جماعه هو درجه من درجات السكر قبل ما يحصل لها عمليه ايه؟ تبييض، قبل ما تضاف لها مواد تتبيض، فطالما تضاف لها مواد اتبيضت لا ما ينفعش تاني ترجع لسكر بني. وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة، أنا متأكد. نيجي بعد كده نقلب كده هنا ونشوف، أه ما باخدش معايا وقت خالص زي ما أنتم شايفين كده، لأنه فيل كده. في نفس الوقت بقوم جاي واخد طاسة تانية على النار، أبدأ أعمل الصوص بتاعي. أبدأ أعمل الصوص بتاعي. خلي بال حضراتكم أحلى حاجة في أكل الفيل، أحلى حاجة في أكل الفيل أكله إيه؟ أكله ميديم. يعني ايه ميديم؟ يعني نص سوا. بعد ما احس عندي ان الفيل بقى عامل كده، واقوم جاي مديله عندي ايه؟ نص كوب
من البيون شوربه كده بالشكل كده، وارفع على جنب. خلاص كده ركنته. اعمل الصوص بقى. اعمل الصوص ازاي؟ هقوم جاي عندي واخد عندي ادي طاسه على النار اهي بالشكل ده كده، وابدا اعمل الصوص بتاعي بطريقه بسيطه جدا جدا. باخد عندي قطع من الزبده كده زي ما احنا شايفين اهو عندي، وعندي بالظبط يعني اقل من نص معلقه زيت علشان الزبده ما تتحرقش عندي كده بالشكل كده. وبعدين ابدا اخد عندي ادي البصل اهو زي ما انتم شايفين كده، بصل عندي تدبل، وابدا اعمل الصوص. صوص الفلفل الحار لو انا ما عنديش تباسكو دوت اعمل ايه؟ بجيب فلفل عندي، فلفل اللي هو الحراق الاحمر، بحط عندي في ميه بتغلي لمده نص دقيقه، بعد كده باخده عندي افرمه عندي في الكبه، افرمه عندي في الكبه واخده عندي بشاشه او بمصفى اصفيه، اللي ينزل منه يبقى هو ده. اللي ينزل منه يبقى هو ده، ده عليه يعني بيتباع في السوبر ماركت عليه مواد يعني حافظه بسيطه جدا جدا، ولكن انت ممكن تستخدميه كده على طول وتحطيه عندك بطرمان وعندك تحفظيه عندك لمده شهر اتنين بيبقى لونه كده زي الفل وتستخدميه عادي عندك في البيت. بعد كده بعد ما حطينا البصل عندنا مع قطعه الزبده هنا، بنقوم جايين برده واخدين التوم بعد كده عندي اهو، ادي التوم اهو، يبقى بصله وتوم كده مع بعض، نقلب كويس جدا اهو، نقلب كده بعد كده بقوم جاي واخد عندي، بص يا جماعه ادي هنا عندي خل عنب بلسمي كده، وقوم نازل عندي ادي بالتباسكو عندي او الهوت صوص، وانزل عندي بصلصه الطماطم والبوريه بعد كده اهو، اقلب كل المكونات دي مع بعض، بقت عندي صلصه جميله اهي، صلصه جميله اهي بالشكل ده كده اهي، ولها قوام ماشي. واقوم جاي بعد كده مديها شويه سكر صغيرين جدا، خلاص كده لو عندي سكر بني احطه من الاول، ما عنديش بديها سنه سكر صغيره عشان صلصه الطماطم اللي فيها، واديها شويه بابريكا صغيرين جدا كده ماشي، وهنا ماشي خلاص كده. بعد كده اقوم جاي واخد عندي ادي التسويه بتاعتي دي يا بسنت كده، اللي هو الصوص ده كده، وكده عندي الطبق جاهز 100%. يا بسنت، يا بسنت السلام عليكم. الو، ازيك يا بسنت اخبارك ايه؟ الحمد لله. ملح وفلفل، اتفضلي يا بسنت اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ كويسه تمام الحمد لله. ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، اتفضلي يا بنتي. سامعك يا بسنت، انا سامعك كويس قوي يا بسنت. الو، اتفضلي يا بسنت، سامعك كويس قوي. انا عايز اعرف طريقه عمل البسبوسه. البسبوسه، حاضر يا بسنت، نقول لك على طريقه عمل البسبوسه عينيا. حاجه ثانيه، بشكرك جدا يا ست الكل، ربنا يخليك يا بسنت. هنقول لك البسبوسه يا بسنت، وبشكرك جدا على اتصالك. بناخد عندي ادي البطاطس البوريه كده عندي اهو بالشكل ده، طبعا دي بطاطس مهروسه، بتضاف لها عندي شويه لبن صغيرين، واخد ملح، ملح وفلفل ابيض يا دنيا، ملح وفلفل ابيض ماشي، وقطعه زبده يا دنيا، يا دنيا. الو، ايه يا دنيا ازيك؟ ازيك يا دنيا؟ كويسه. كويسه؟ طب وزعلانه يا دنيا؟ ده انا زعلتك طيب ولا حاجه؟ لا. طب امال ايه طيب يا دنيا طيب؟ ايه؟ امال ايه زعلانه ليه طيب؟ مش زعلانه. طب الحمد لله. طيب انا سامعك كويس اهو يا دنيا. عاوز اعرف المكرونه بشاميل. مكرونه بشاميل؟ ايوه. عينيا يا دنيا، حاجه تانية؟ شكرا. بنشكرك يا دنيا، علينا نقول لك يا دنيا على المكرونه بشاميل. يبقى عندنا مكرونه بشاميل، وعندنا كمان البيتزا. ناخد هنا كده عندنا ادي قطعه التبو اهي، انا عايز اظهرها كويس جدا انها فعلا بالشكل الجميل ده اهو قدامكم اهي، قطعه اهي، والثانيه كمان عندي اهي، وقلنا البتلو بتاعنا لازم استوى عندي، لازم استوى عندي ماشي، نص سوا بيتاكل نص سوا جميل جدا، بيطلع كده جوسي وجميل قوي. وقوم جاي عندي ادي الصوص بتاع جميل اهو كده، باخد شويه هنا كده اهو كده، وهنا كمان عندي كده اهو، احلى
تيبو ستيك معاكم اهو، وقوم جاي كده مزين هنا دي كده عندي، واخد كمان شويه ابار جنبهم كده للي عايز يزود ابار. وكده طبق سهل جدا مفهوش اي حاجه خالص، غير ان انا عملت صوص جميل مع قطعه اللحمه تيبو ستيك. شايف محمد انا ما عنديش، ما اقدرش اجيب دي، والتيبو ستيك اساسا متوفر في الذبيحه كميه قليله، وعندي عدد من الناس في البيت اقدر اعملها بايه؟ اقدر اعملها بريش البتلو وتطلع معايا بالصوص ده جميل جدا، واقدمها بنفس الشكل كده عندي او بيت الكلاوي البتلو، واقدمها كده وطبق سهل جدا بسيط. ادينا برده حته جرنش صغيره جدا زي دي كده اهو هنا. يا سلامك عليك يا اس. سامع عايز فاصل؟ ايه رايكم؟ كلنا جميل عايز فاصل، نطلع فاصل صغير قد كده ونرجع تاني.